سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير على بركه الله. حندير معكم اليوم وصفه ان بو سبيسيال، يحبوها الصغار بزاف اكثر من الكبار، وحنا نعندوهم من داك نخطفوا معاهم. حندير معكم وصفه شيبس. الشيبس منزليه بنه وقرمشه مثل المحلات. بزاف دراري تلاقى بيهم، طاطا ديرينا لي شيبس، ديرينا لي شيبس، الا في خاطركم حندير لكم اليوم لي شيبس. الا على بركه الله حندير معكم ثلاث ادواق في الشيبس اليوم. حندير معكم ثلاث ادواق، طريقه جد سهله، تبعوا الطريقه برك اكيد تنجحوا فيها. الا واش نحتاجوا البنات؟ نحتاجوا بطاطا، نحتاجوا خل، نحتاجوا ملح، نحتاجو فلفل عكري حار، نحتاجو كركم، ونحتاجو كيتشوب. انا حنديلكم ثلاث ادواق، ولكن الاختيار واش يحبوا ولادك. كاين واحد المرحله في الشيبس، انت تخيري الادواق اللي تحبيهم. الوغ على بركه الله. بون، كاين بزاف البنات ما عندهمش هذيك الاله اللي تقطع لي شيبس. انا توجور نجيب لكم حاجه اللي تساعدنا كامل واللي تقدروا تخدموا بها. الا نقيت البطاطا، شوفوا انا جيت حندير ثلاث حبات، صدقوني ثلاث حبات بطاطا يقطعوا لكم كميه كبيره من الشيبس. انا اولادي ياكلوا بعينيهم سلامتهم، انا حطيت ثلاثه، ماما حدينا ثلاثه ما يكفيش هكذا اكسيتيرا. الا شوفوا نقيت البطاطا، حطيتها في الماء. علاش نحطوا البطاطا في الماء؟ باش يتنحلها النشاء الخارجي، باش يتنحلها النشاء الخارجي. واضح البنات؟ هكذايا لكم البنات نقولوا المرحله كيفاش نقطعوا الشيبس تاعنا. نفتحوا حبه بطاطا تاعنا، هذا موس بطاطا اللي نقوا به. تبعوني البنات، قلت لكم كاين هكذا اله سبيسيال، مي كاين بزاف اللي ما توفر لهمش. الوغ جبت لكم طريقه الجد سهله. شوفوا نحكموا حبه بطاطا تكون متوسطه الحجم، نحكموها هكذا البنات، شوفوا نحكموا موس بطاطا ونخدموا غابيد. تبعوني البنات، ضروري يكون لي شيبس رقاق. شوفوا البنات كاش راهو رقيق الشيبس تاعي. الوغ بسم الله، يلا نفرحوا وليداتنا. شوفوا نحكموا موس بطاطا ونقطع غابيد. شوفوا البنات، شوفوا راني نقطع، ان شاء الله هاكو تشوفوا. شوفوا غابيدمون فوالا، شوفوا البطاطا تاعي لي شيبس تاعي كاش تقطعوا رقاق بزاف، طريين، شوفوا ترونسبارون فوالا. على بالي بزاف دوك حيكينو دو يواصل هاد الوصفة هادية. شوفوا البنات كاش راهو ترونسبارون فوالا. نكمل نقطع لي شيبس تاعي، شوفوا غابيدمون. فوالا كي تكبرنا الجهه هادية نقلبوا الجهه الاخرى. شي كمل لي الحبات بطاطا، صدقوني ثلاث حبات بطاطا يدير لكم كميه كبيره. فوالا عندكم واش ولادكم يقرمشوا الشيبس. شوفوا البنات هذه حبه بطاطا، شوفوا شحال قطعت لي. نكمل ان شاء الله يكون واضح كيفاش قطعت لي شيبس. نكمل الكميه تاعي هذه يا البنات ونولي ليكم الكميه كامل البنات تاع البطاطا تاعي الشيبس. شوفوا الله يبارك، شوفوا كاش طريه ورقيقه، شوفوا شفافه. دوكا واش نوصلوا البنات؟ المرحله الاولى نحكموا ان ريسيبيون فيه ما عادي ما عادي، نفرغ البطاطا تاعي. شوفوا نفرغها كامل بسم الله فوالا في ماء عادي. واش حنديروا لهنايا البنات؟ بون، مع الاول كي نقينا البطاطا درناها في الماء، نحينا النشاء الخارجي تاع البطاطا. دوكا واش حنديروا البنات؟ علاش دخلناها في الماء؟ شوفوا الماء ابيض، اني نحي النشاء الداخلي للبطاطا. شوفوا نشللها مليح فوالا فوالا البنات، نشللها بحها ابيض
نحكم كسكاس ولا مش عارفه لالوش، نفرغ نعاود نصفيها. شوفوا الله يبارك كميه ما شاء الله، ونعاود ندير ماء واحد اخر جديد. شوفوا النشا في الماء اي تقطر، ونعاود مره ثانيه. درت ماء جديد البنات، شوفوا تصفات لي، شوفوا الماء ابيض النشا كامل يروح. نعاود البنات نديرها مره ثانيه في الماء. فوالا البنات الماء تاعها، نخليها هكذا في الماء ونحطها بجنب. الشيبس تاعي راهم بجنب في الماء ما عادي. دوك البنات نحكم ثلاثه لي ريسيبيون، شوفوا البنات حكم ثلاثه لي ريسيبيون، درت فيهم ماء دافي. انا نقول ماء دافي ماشي ماء مغلي، واضح البنات ماشي سخون يغلي يغلي، ماء دافي ندفو الماء تاعنا. انا درت العجد ثلاثه لي ريسيبيون خاطش عندي ثلاث ادواق، تحبي ديري دوق واحد ديري ان ريسيبيون. الا شوفوا البنات درت ثلاثه لي ريسيبيون، بالك ماهوش واضح هكذا، هكذا يكون واضح ان شاء الله. فوالا درت ثلاثه لي ريسيبيون، شوفوا واش حنواسي البنات. ثلاثه لي ريسيبيون مازال ما درتش الادواق، حندير الملح والخل لتثبيت الطعم، لتثبيت الكو تاع الشيبس مع الاول اول مرحله ماشي حندير لوغو. شوفوا في كامل لي ريسيبيون البنات ندير نص مغرفه ملح، واضح البنات نص مغرفه ملح، هنا نزيد هنا ونزيد هنايا الملح. دوكا حندير كميه مغرفه من الخل الابيض، شوفوا البنات هاي مغرفه هنا، اثنين ثلاثه. في هذه المرحله البنات درت الخل والخل والخل والملح عفوا في الماء دافي لتثبيت الادواق، مازال ما درتش لي غو تاع لي شيبس. فوالا نحرك البنات، فوالا ادواق الذوق الاول. حنضيف الكركم، الكركم يعطينا اللون هذاك الذهبي لي شيبس، هذا هو سر تاع اللون الذهبي لي شيبس، ما في حتى ذوق الكركم. فوالا يعطينا جوست لون، شوفوا اللون الذهبي الكركم لونه شباب. فوالا نخلط لحد الان رانا نفس النتيجه، مازال ما درناش الادواق، الكركم والخل والملح يثبت لنا الطعم لوغو تاع تاع لي شيبس عفوا. دوك البنات نروحوا للذوق، شوفوا حندير معكم الذوق الاول. الذوق الاولاني البنات حنديرو بكيتشوب، كيتشوب ان شاء الله عن قريب ان شاء الله مور هذا الفيديو اكيد اكيد حندير لكم كيتشوب منزلي. حندير مغرفه كيتشوب، شوفوا البنات هذا كيتشوب سبيسيال مول اميراتي منار، تحب لي شيبس بكيتشوب، كل واحد واش شرط لي، انا درت الادواق على حساب واش يحبوا ولادي. فوالا حنزيد كميه مغرفه ونص باسكو درت كميه كبيره تاع لي شيبس. هذا ذوق الكيتشوب. الذوق الثاني واش حندير البنات، فلفل عكري حار. الذوق الثاني تاع الشيبس حنديرو شيبس حار، حندير فلفل عكري وعصير نصف ليمونه، فلفل عكري حار وعصير نصف ليمونه. هاد الكو سبيسيالمون لبنتي سيرين تموت على الشيبس الحار، حنكتر الحر لسيرين. فوالا شوفوا البنات الحر مع القارص يعطينا شيبس بزاف بنين بزاف بنين صدقوني. حنعصر البنات نصف ليمونه، واضح البنات صفايا تكسرت لي اليد تاعها. فوالا شوفوا عصرت نصف ليمونه فوالا، ونزيد او ميم طون هاديه ما نرموهاش، نديرها لداخل باش تطلق باش تطلق ذوق القارص. الا درت ذوق كيتشوب، درت ذوق الحار والليمون وهنا البنات حندير الذوق. شوفوا درت مع الاول ودوكا هنا وين حندير الذوق، مع الاول تبت دوكا هنا حندير الذوق. ثاني البنات ذوق
الملح، حنزيد الملح. شوفوا البنات معرفة ماشي معمرها ملح، واضح البنات. ونزيد مغرفة خل، فوالا الأدواق اللي درتهم. شوفوا الأدواق والألوان البنات. دوك البنات البطاطا تاعنا اللي قطعناها هكذايا، مازلت في الماء. شوفوا الماء تاعها ولا صافي، فوالا. نرفد الكمية البنات تاع لي شيبس، فوالا. نحط دوق الكيتشوب، نحط في دوق القارص وفلفل عكري حار. شوفوا الكميه الله يبارك، دوك يتقلوا معايا البنات. شوفوا الكميه اللي نحط في الدوق الثالث هو دوق المالح، فوالا. نكمل الكميه بالتساوي. انا درت كامل البطاطا في ثلاث ادواق. شوفوا البنات لي شيبس ما يخفالكمش، تاني كاني درته في الماء دافي، راهو في الماء دافي. شوفوا نخلو هكذا البنات لي شيبس تاعنا لمده ربع ساعه في الماء دافي. اي جازت ربع ساعه البنات على لي شيبس تاعنا في ماء دافي والليغو تاعهم. دوكا حنوجدوا المقله. راني وجدت المقله البنات، ندير كميه كافيه من الزيت. شوفوا البنات درت كمية لا بأس بها من الزيت. نشعل الفرن البنات. ما قبل البنات ما نقلو الشيبس تاعنا، نجيبو ان بلا كيما نشوفو بلا تاع بيتزا، ندير فيه بابي باش يشرب لنا الزيت، فوالا. شوفوا البنات نوجدو قبل ما نبدا نقلي، واضح البنات. الزيت تاعنا البنات راهي سخنت. نبدا نرمي الشيبس تاعي. بسم الله تبعوا معايا. شوفوا ما راهي قويه البنات. نبدا نحرك هكذا باش الشيبس تاعنا ما يلصقوش مع بعضهم. ضروري تكون النار قوية. شوفوا نبقى نحرك هكذايا، نحرك البنات هكذايا باش تنفصل كل وحدة شيبس على خطها، فوالا. تقدروا تقليها في الفخيتاس، انا مالفا نقليه في الفخيتاس، مي اليوم حبيت نديرو كي فيديو، حبيت نديرو في المقلاة باش كامل تقدروا تجربوا الوصفة. فوالا نبقى نفصل حبة على اختها ونخليها تتقلى. كيفاش نعرفوا لي شيبس تاعنا بداو يطيبوا؟ يبداو يفلوطي فوق. دوك شوفوا راهم لتحت، يوم بعد كي يبداو يطيبوا دوك تشوفوا بعينيكم يبداو يفلوطي والبنات فوق فوق الزيت. شوفوا لي شيبس تاعي عم بداو يطيبوا، شوفوا راهم يفلوطي فوق الزيت، عم بداو يخفافوا. نبقى نقلب حتى يحمر مليح. شوفوا الشيبس تاعي راهو طاب، نصفيه نحطه فوق البابي. فوالا ده هو الشيبس تاعي البنات. دوق الكيتشوب بنفس الطريقة، نخليه بجانب، نصفي دوق الحار البنات والقارص. فوالا نحيد نصف ليمونة. بنفس الطريقة بسم الله. شوفوا الحر تاعو، نقلي نقسم الكمية باش هي كمية شوية كبيرة. الطريقة البنات نقلي شيبس الحر تاعي مع القرص، نبقى نخلط هكذايا حتى يطيب.
شيبس الحار ديالي بال بالقارص البنات. فوالا نكمل نقلي الشيبس المالح ونتلاقاو في طبق التقديم. البنات الشكل النهائي تاع الشيبس تاعي فوالا بثلاث ادواق الكيتشاب المالح والحار البنات. سمعوا القرمشة البنات، شوفوا قرمشة ناجح 100%. سمعوا البنات هلا، هذا هو تانيك الحار البنات. سمعوا القرمشة، ان شاء الله تفرحوا وليداتكم البنات بلي شيبس. سمعتوا القرمشة نضق تاع الكيتشوب. ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك وابوني للقناة، وبكم استمر. سلام البنات.